امشي فرج امشي امشي فرج امشي ما تخافش امشي شو تخافي؟ مانيش خايف اخي. هذه هي السفارة الامريكية؟ هذه هي السفارة الامريكية، ماكش تخدم قدامك ماكش تخدم، هذيك هي السفارة الامريكية، هذه اللي جاها جمعك العام من الثاني. ما اخويا احنا ايش مالنا جايين من قدام؟ ها برا نرجعوا من الثاني. عاد من هنا تو معاه تو هنا جانا من قدام ما عادش فينا باش نرجعوا من الثاني. هاي تو ولد ما تشبيك راك متكلمان يا فرد، هم روحك رقد روحك رقد روحك، ما تخاف ما تخاف الا ما تعرفش تقعدوا ساكتين. ما خاف ما خاف ما يشبكش الحديد تو ودي راهي فلسطين الدعم اللي دانا راهي وناش باهي قبل كانت في دانا؟ يا ودي تو مش تتكلموا تو بالحق مش نتكلم. اسمعني حطيت الطبعه تاع التناسقيه تاع قرعه 13 قرعه 13 اه يساند القضيه الفلسطينيه. ما تجبدش القضية الفلسطينية، الفلسطينية ما تجبدها يا ودي. معلش يا ودي راهو عندي شهرين صوص يا ودي ما تخافش، ما هيش القوش ما هيش القوش. اش بك خايف؟ راني شايفك معمل عليك راني في نلعبو معمل عليا ليه؟ تحطني في قلبي. اسمعني لا ما تمشي مسكتي لا ما تع اخويا نتكلم نقولو لا ما يجيش راهو ماهوش منطق هذا اخويا وثم رجال في البلاد. لا لا تتكلم انت يا ما تقوليش هذاك معايا فرج ما تكلم انت انسان متكلماني راك يا فرج. اسمع الامور هذه تكلم انت يا فروج اخي بينات ما نتكلم ولا تتكلم اخويا بينا منك الناس العفنيه هذيك بتاع وين الملايين الشعب العربي وين ابدت نصر ابدت نصر ابدت نصر وين 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 الشعب العربي يا فرج يا فرج ايش بيه ايش بيه دخ تحت قبل الضربه هاي ريك روحك ريك خالتي هو هذا السفير السفير لا هذا السفارة ظهر لي هو خالتي لا له هو خالتي لا له هو هلو هلو اكبت راح ما تشلقش لهني خالتي تفضل قال لك تفضل قال لي كنت فرج تفضل ايش بيك فرج تعك فيها تو مش نقدر عيطوا قدام قال لك ليك انت تفضل قال لك ليك انت تفضل يا عم عجب والله مش كل يقدر تو تفضلوا زوز قال لك تفضل فضلك زيد فضلك زيد فضلك قال ما يكلم فرج شات اسمع نعطيه الجواب وانا مش غادي كان البر تو بعث لي الموضوع نعطيه اي جني كلم انت جي يا فرج من له جاي معايا سيدي شنو جاي معايا يقول لك كلمتي اللي خليش على روحنا فرج جيتي من لا تقولهم لنت ليش ما كنت تقولهم لنا يا سيدي قولهم لنت تفضل يا سيدي بالك فرج والله لا عاد تعفت معايا بلاص بالليل احنا رانا جانا حاجتنا بسعادة السفير نعم حاجتنا بسعادة السفير بس ما فهمناش في سعادة السفير احنا حاجتنا بالسفير يا ودي ما هو السفير السعادة هو سفير السعادة يقولوا له هكاك يا سعادة سفير شكون يا سيد سفير سفير امريكا سفير امريكا كما قال لك نعم سفير امريكا احكوا مع بعضكم ما تنظروا انتوا حاجتك بسفير امريكا لا هو حاجته بسفير امريكا حاجتنا حاجتنا تفضل اش حاجتك بالسفير؟ ايوه هاو بزين بحر عندي شهرين صرصي شهرين صرصي ما تخافش العمده معاك مش يدوروك برا اتكلم ايش يهمك فيك؟ اتكلم فضة ولا نلعبوا تو لا انا مش اتكلم ما نخاف برا فضة هذا ما قلت اكرر فاهم؟ فضة انا الصراحة جانا صحيح يمكن تقول الموضوع مش وقته جانا في وقت حساس احنا الصراحة رانا جانا باش نندبوا نعم نندو انا نندو نمحو 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 يا قدام نمحو يس احنا رانا بصراحه جانا باش نندو باش نندو يا دي باش نمحو يا عمده باش نمحو باش ليش بنبيع باش نندد نعم باش نندد نندد باش باش نندد باش باش نندد وقول له باش باش نندد كان بالقضيه بالقضيه شنو هاي غلطت لا انا قاضي بالقاضية بالقاضية القاضية القاضية جانا عليك القاضية اخوي جانا عليك القاضية مد له شوف الرب لا انا قاضي القاضية 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 احنا بصراحة قضية بصراحة بصراحة بخير احنا رانا جانا تتكلم انا قضية يا زلمة وعلى خدمة نيبة مش نخدمة نيبة حاجتنا اللي انتم تحبوا على زوز على السلسة مش هذه القاضية افرج صار انتم زين على العصا هذاك هو فما صار هي عصا يا احنا طالبين عصا اصبر كاو فرج
هو قال لك تسمع بلساني تدناش حاجة أخي. هو قال لك طالبين عساس برا عساس واحد هاي هاي سيء العمدة سأل قدرت ليه مستوى سيء مش بيك فرج انت عارف قدام العمدة شنو؟ مش بيك شنو العمدة عجب نسيبك حتى الغلم خوك خلطة قلب وباقي طمع في الزوالة وين تحب تخدم انت عمدة؟ تسكت تسكت ما بيتك لا بعيد خادمة خدم ثم انت يا عمدة وتخدم ثم انت شو عدالك العائلات المعودة شريف شو عدالك؟ امس عم قولك هل يد عمدة؟ اسمي اتسيف لبس الكسيسة لك لبس عليك عشان مين لبس عليك؟ مين لبس عليك؟ هل عمدة ايش خدم ثم انت؟ خدم ثم انت العائلات المعودة وين تاخذ الشهرية بتاع العائلات المعودة؟ انت تحتاجني شهرية حالي في الزقلة وين اللي بيع في الزقلة؟ ليه ودي؟ ايلعب وانت تصص ايلعب مش معقوله مش معقوله يبعث عليك دور طول وقت فنت لا تصحى استنى انت تعال 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 ولا هلاغ انت انت ماكش تخدر القديم يا محرايم يا عم حرمت علينا حرمت حكيت خليك حرمت ما تخدمش مع الكره طول فيها احنا ليش بعثينا للقضيه ولا انا قضيه تحكي لها هي القضيه الفلسطينيه اخويا قولوا لهم مشانا وحكينا على القضيه الفلسطينيه وكل شيء وسمعنا سمعت مش قول لهم لا مش نقول لهم حكينا على القضيه الفلسطينيه يا مش نعم بل حرام نقول لهم اضطرنا على الخد يا دي يا خيرك تفضحنا راهم عاملين علينا وبعثينا الناس فيك هكا يا تقولهم رانا قابلناه مش تقول له لا لا ما قابلناش يا خويا قابلناه رانا قابلناه وقعدنا معاه واستقبلنا الداخل وهبطنا قهاوي والله يقولهم راهو حاس راهو حاس الراجل ولا يغرد بالصوت ولا صخب ايه ديما نقول العمده العمده ايه قول العمده يضرب في الطاوله قال ما يجيش هكا راهو حاس ضربت الطاوله عمده ما بكذب ضربنا خلينا نسمع شكون يضرب الطاوله طوب لا يختار من العدي موقف ذكر اخويا يقول له العمده ضرب الطاوله ومرق فيا قدام الناس الكل وزاد اقول له قال له حتى اقول له ترامب يا الركع زين لابس طاجي باهي هذاك هو هذاك هو قول لهم العمده راه تكلم معاه وسهله حتى على التليفونات الجماعه اللي استدعوه قول راهو العمده قال قال له ما استدعوا حتى حد ما استدعى حتى حد ودير الناس تستنى فينا راهي قضيه كبيره وكبرت قضيه هذه فرصتنا اخوي انا قدمنا واحد هكا وفهمنا هذاك هو عم هكا هو تنقيد في 10 شيه وكبش باهي الله يبارك الله يبارك السلام عليكم الله يعينك سلام ليبر خويا ليبر تفضل ها يا بس المروز خويا المروز ها المروز رابع شكرا للوقت البديس قريب نروح ما تكتش عليك قريب نروح هيدا كورسة في تنيتي لا عادي زين شنو اللي في بيتك ما يكتب ما تدلوا اخويا اخويا شنو ما انا تعبنا نبوا عليكم قد ما نبوا عليكم قد ما نبوا عليكم اخويا شنو نبوا عليكم شنو نبوا عليكم شنو اللي السلام عليكم نروح تغزل المنقاله السلام عليكم طبيعي اسمع لا مش شاريه لك قد انت تغزل الوقت وتغزل المنقاله عندي وقت اخويا بالله في طريقي قمرت انا قمرت مسروب مسروب على الاخر على الاخر عندي حاله يا خلي قمرت يا ايش عمال ايش عمال لك قمرت انا قمرت تاع ارجون يا ايش بك يا دار لا لحظه عايش خويا لحظه سامحني بلا لحظه تطرى فيك اليوم انا قاعده لا 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 ما قلت شيء نحكي مع التاكسي انا قمرت في نيتي خيط 30 دينار خويا وصلني 30 دينار وتوصلني مسروب على الاخر نعطيك 30 دينار 30 دينار وتوصلني انا لا يا ودي وين يطلع خويا رقبتي حرفيا لا سامحني وين تطلع وين تطلع يا ودي انا دقيقه لا تخدي يا خلص يا محمد يا نقلب فيك انا يا اخي تتخرح ترسق انت في كباري ولا شنو يا اخي تتخرح ترسق انت في كباري ولا شنو لا كلمته وانا قبل ما نطلع انا قاعد نتكلم انا معني بالكرابتي عشبك شبيك يا معلم انا 30 دينار خويا قطع قسام لا يا بابا 30 دينار وانا صانع لا يا خويا شنو لا لا انتم اللي فزتوها الخدمه هذه علاش شنو 30 دينار لا يا بابا لا يا بابا لا يا بابا انا تخدم عندك الكورس العاديه نورمال وصلوه كمان لا يا بابا انا بيدي مزروب انا بيدي مزروب عندي لا 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 مرتي ولدي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. لا يا اخوي والله كان تعطيني 30 دينار انا ابدا. لا 5000 ليش بيك يا بابا؟ جاني ساعتها فيك انا. لا يا بابا يرحم والديك. اهبط علي يا ولدي. يا دي سيب يا ولدي اهبط علي. شلون سيبوا هذا؟ لا دي متكلمون. لا سيدي لا يا بابا. لا قطع سير يا اخوي. لا سيدي. لا يا بابا الغالي شو كان فيه بالسياسه؟ مش كلام لي بالقوه؟ ايه اسمع شو ما كان فيه بالسياسه؟ يا ولدي ان شاء الله يعطيكش 100,000 انا ماليش هابط من هنا. تعطيهم 100؟ نعطيك 100,000 انت عجلية نعطيك 100,000. لا يا بابا عندك كورس علي رمضان يا ولدي رمضان ولا عيد. عاون زيدك دينار. لا دينار. يا ولدي يا ولدي لا يا بابا مانيش هابط تعطينيش 100,000 مانيش هابط. الله يظهر فيك باهي. لا لا مانيش باهي ماشي المرور ماشي المرور. لا يا بابا الغالي لا يا سيدي لا يا اخوي بس قول لي نوصلك البروج ونزل قمرت ما يطلعش معايا السيد هذا. ما احترمني. لا لا هو مش وصلني قمرت. ما هي وين ما احترمني. وين سانح تحرمني من 30,000؟ انا احبك مثل 100,000 تحرمني. قطع اقسام انت. انا طالع تقول لي لا مروح. اي قطع اقسام انت. مروح تو قطع اقسام. قطع اقسام. وعليها. لا يا اخوي ما يا اخوي انا برجو ليك. يا حريف اسمعني اسمعني. يا ولدي ما تمسوش عبارة حليف باب الدار انت تدور في بين ولا والله احكي معاه مش بين بدي احكي معاه مش بين من فضلك الدار متربي راك كنت عايز سكر فيه. لا اسمعني يا برج ولي شيء هذه خدمتكم على روحك. لا لا ماكش خادم ماكش خادم 30 دينار نازل فوق راسي. لا لا ماكش خادم جنب راسي. هاك 5000 لا 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 ماكش خادم. لا 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 هاي ايش هني تعطيني شيء حتى يا اخوي خذ تاكسي جراتوي. لا ما خذيتش تاكسي هبط وانا خذيتها قبله يرحم والديك. انا خذيتها قبل قطع اقسام وبعدين عرعور قدام العباد عرعور يا دي. انا عيط لك الحاكم تنوي لك عرعور تدلل الحاكم يخدم على روحه يخدم على روحه وهي تخدم على روحه وهي وانت تخدم على روحك زاد. هو يخدم على روحه وانت تخدم على روحك. ماكش باخذها راه برجولي. اسمع يا ولدي منا ولا منا اهبط معاه. نحوس فيكم الاثنين. كلمه كلمه نحوس فيكم الاثنين. كلمه كلمه ها الاثنين كلمه. وانت بعد علي. وانت بعد علي. تسنيش. ها بعد علي ما تكلمنيش. كلمه كلمه برك. قول لي ترى. لا كلمني. تكلم هاي هاي ايش عمل تحرمني من 30 دينار. لا من 100,000 لا لا تعطيت علي. لا لا ودي من 6000 فيك يا حمار. لا لا ما نحياش كنا جايلك عليه كنا جايلك كلمته كنا جايلك يا ابني روس عبير يا دقيق انا جيت يا ولدي والله انا جيت هتكفي معلم تعطيه تدين ومع السعد نزيد عندي تدين دفع عندك ترجع الفلوس ترجع الفلوس ليه تصغر يا تصغر ما انا ما نعطي عليك ليه تصغيرات انا شفتك في يقرا ولا امشي على سقيك ما عادش رحمه في البلاد ما عادش رحمه حتى رحمه ما عادش 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 حتى رحمه خليه خليه انت اللي عملها انت عادي سايبه انت 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 سايبه مدي لا من مد من مدش عليه يا خي يا خي عليه السلام عليكم شباب مقرين تمشي ها مقرين تبوا مقرين هاي مقرين يا بابا مقرين حي شكر مقرين حي شكر معنا مش هزني قمرت ولا خاطر مزروب ها مش هزني قمرت مزروب رجل واو الحاش لا عاد نعطيك 30 دينار وش يعني خاطر مزروب على الاخر كيفاش ساعتين الخدمة هذه دقيقة نعطيك 30 دينار شي يعني قمرتها كان في طريق والحاج ما نعرفش 30 دينار 450
سنين دقيقة دقيقة حاس 37 دينار دخت أنا برجولي أنا صانع ب شيء جد عليه ما نفدت إحنا نين شايفة جد عليه ما نزل حاس دينار لا لا فرق سيد لا سيد لا لا بيصير اسمع بركة 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 بسم الله عليه يا باب عايشة يقص عليه ملا وين مشي هو هو مش القمرت يا باب القمرت يقص عليه هذا اسمه باب خلص ايه عاد ولي بعيدة يا حاس ولي بعيدة يهديك يا حاس اسأله غاديك اقرب له كيفاش قلت؟ اتصلوا مع الخندر نتاع 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 رد بغاتو وحاس تو انت مازال تبرك اسمعني اسمعني توصلني حاشاك اسمعني قص بيه هو ما غادي يجيك يجيك خير يهديك اسمعني شنو هي تو؟ خلينا نكلمك كلمتين تو انا صانع 30,000 يزيدوا فيا راه صحيح ولا غير برحمة والديك باش تحرمني انت؟ ايه اعتبرني زي ولدك يعني باش تحرمني برحمة والديك؟ قطع قسام انت؟ مش قطع قسام لا ما تعرفش كيفاش نعملوا حل باهي قداش تطلع لك تاكسي حي شاكر هذيك قداش تطلع لك؟ حي شاكر 4 فرنك 4 عليهم اه 4 عليهم ولا خذ تاكسي ما يسالش نحبش ناخذ 30,000 انا اسمع نحبش ناخذ 30,000 بالله لا تغش خذ 100 بالله رمضان معواش ترى ما نحبش نعيش مسامح ولا ماكش مسامح؟ رحمة والدي لا مسامح ولا ماكش مسامح؟ والدي برا مشي لا ما نحبكش اسمعني مسامح ولا ماكش مسامح؟ تو فمك التاكسي اي لا مسامح ولا ماكش مسامح؟ ما يتغيرك انت اسمعني كون هزه هو القمر خاطر 30 دينار أبناء تونس إن اتحادكم صار فرطا كونوا بناء المتين يشد بعضه بعضا صار التدابر فيكم داء عضالا ومرضا هذا يصب أخاه وذاك يشتم عرضه كونوا بناء المتين يشد بعضه بعضا تفهموا مع بعضكم سكر اخويا سكر السلام عليكم سلام عسلام اخويا سلام بالله كان في طريق القمرت ها مزروب قمرت اي نعطي اخويا 30,000 مزروب عندي كا رجعوا على الاخر قداش تعطي 30 تركبوه معاكم لا 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 سامحني ليش في راكب والماشين طلعت احنا سكره ماشيين هي سكره في طريقنا لا سامحني 16,000 تاكسي عليه باش نطلعوك تاكسيات مسروق على مسروق مكدس بالتاكسيات سامحني لا ثم تاكسيات هي حتى هذه تاكسي تفضل انا ساره اسمع فيا تفضل نسمع فيك رقم فرح اللي ضرب عليه في 30,000 داكورد ولا اسمعني بالمره شو خلت معاك المعيش خويا تفضل انا اول حاجه حبله نمشي بالسيف ربي يخلص واحد ربي يخلص واحد يعطيك الصح واحمد يحبس لك قبل من المفروض ما فيهاش حكايه 30 و20 احنا راكو في التراب تظهر لي 4,000 وخاصه لي في فلوس مش فلوس قدام 30 نعم قدام 30 مش فلوس انت ما عندكش حق انا ما عنديش حق نتاعي انا ما عنديش برا اطلب لي الحاكم هاو المفتاح اطلب لي الحاكم نحي البلاك اطلب لي الحاكم مانيش راه حركه من هون اطلب لي الحاكم مفتاح التاكسي وعندي ايه انت شنو هذه طلع واحد رجع المفتاح ليه ما رجعوش مفتاح وعندي ايجا عندي المفتاح ما رجعوش تفضل تاع شنو هذا ليه ليه من هنا ليه من هنا ليه خلي الهزه عندي تاع شنو ما تجيش من انت تحكي قدامي مش صلى الله عليه وسلم لا شنو؟ علاه؟ سيدي النحاية على البلاك بلاصة عندك شي حق أنت باش تخدم على هكا تدور احنا طلعنا معاك قبل وأنا كنت حشتون أي شرطة أي شرطة أي شرطة يا أخوي يا أخوي أنت ماكوش أنا حر دينار براكاج تحيا عليا 30 دينار بكيت اطلب براكاج تحيا شنو؟ أنا تاهل ونحن حمعان لا فيك 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 حمعان
الناس ثلاث سلايد الباب هو علاش هو هنا انا كرهت انا ما حبش انت شو انت مراه ثلاثه جنب تعال بلاك نحيتها جنب تاكسي شو تاكسرا لا اسمعني 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 رجع لا تروح تعمل لا ما تخليش معاك يا اخوي راح نروح من هنا يا عبدالله يا بعد اخوي ربي يهديك هو تعمل بيتك وانتي سافا هكا شيخة يعني برطع يا معلم برطع يا مشكلة يا أخوي يا أخوي يا أطلع أخوي ما دخل الحاجة يا أطلع 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 يعمل في براكة في العباد تطلعش معاك أي نعم ما نطلعش معاك عليه أنا من منتك أنت ولا اللي من التاكسي أنا كلم فيك كلم عايد عليا وين شفت عليا يا معلم.